هي تونس مجددا، لكن هذه المرة مرفقة ببيان سمته الدول الموقعة عليه باسمها، وهو على شكل مبادرة تونسية أعلن عنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لتكون أرضية اتفاق ثلاثي جمعها مع القاهرة والجزائر حول ما سماه نص إعلان تونس ضرورة تحقيق المصالحة في ليبيا عن طريق الحوار الليبي ودون أي تدخل أجنبي، ويشدد على ضرورة انخراط كافة الأطراف الليبية في الحوار السياسي والحفاظ على وحدة ليبيا ووحدة جيشها. انخراط دول الجوار في دفع الجهود الرامية للمساعدة في إيجاد حل للأزمة الليبية يعود بالتحديد إلى أكثر من عام ونصف بالتوقيع على اتفاق سخيرات في ديسمبر من عام 2015، إلا أن أزمة الانقسام السياسي لم تشهد انفراجاً. اتفاق تونس هذا لم يكن الأول من نوعه، فالساحة المصرية هي الأخرى استضافت في يناير الماضي أطرافاً ليبية مختلفة كلا على حذة، وعلى الرغم من أن مصر فشلت في جمع السراج وحفتر إلا أنها تلقت موافقة أعضاء من الأجسام المبثقة عن اتفاق سخيرات على تشكيل لجان مشتركة لصياغة بعض التعديلات على المشروع الأممي. ويتهم بعض المراقبين هذه المبادرة بأنها تخفي دورا محتملا لحفتر بالنظر إلى عدم وضوح هوية ممثلي أجسام اتفاق سخيرات المنخرطة فيها. وعلى الضفة الأخرى، ما زال الموقف الجزائري يسير في نفس الاتجاه، إذ لا تتوارى الجزائر في دعم اتفاق سخيرات ورفض التدخل الدولي في ليبيا، خصوصا بالنظر إلى كونها أحد أهم رعاة مسار الحوار الأممي الذي استضافت منه أكثر من 3 جلسات مختلفة. مبادرات إقليمية وان اجتمعت حول الملف الليبي، إلا أنها تظل رهينة مواقف دول الجوار في كيفية تعاطيها مع الأزمة الليبية ومدى فعالية اتجاهها في مبادرة واحدة.